مساء الخير. يلامس شعره شغاف القلب ويحرك أفئدة السامعين ويحفر له مكانة في الوجدان الجمعي لمحبي الزجل اللبناني الذي يمثل ضيفنا أحد أركانه البارزين، متربعا منذ عقود طويلة على عرش قصيدته المتميزة بصورها الشعرية الجميلة المدهشة وبسلاسة تعابيرها القريبة من ذائقة الناس والمعبرة عن وقائع عيشهم وعن عاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم وأتراحهم، صورة زاهية مشرقة للبنان نقع عليها في قصائده وزجلياته، حتى نقول ليت لبنان الشعر يأخذ مكان لبنان السياسة. فمعه ومع أمثاله من مبدعين يرتدي الوطن حلته البهية القشيبة. أرحب بالشاعر الكبير أستاذ صليح حمدان، أهلا وسهلا فيك حبيبي. أستاذ، السؤال الأول لحضرتك، أنه البيئة الريفية اللي نشأت فيها، نعم، قديه ساهمت هيك بتكوين شخصيتك، ذائقتك الشعرية؟ قديه ألهمتك صور جميلة؟ كثير. أنا من عينانوب، نعم، من ضيعة شهرت بعيون المي وشجر الجوز والشعراء. أنا كنت طفل، أنا فيق عليهم الجيل الماضي، هيك كلهم يغنوا، تسمعهم عم كلهم يغنوا، يلتقوا على العين تحت الجوزات ويصيروا يغنوا ردات حلوة ولحد اليوم محفوظة. مين الشعراء اللي هيك تركوا أثر بذاكرتك أنت وطفل أو أنت ومراهق؟ كنت تهرب من المدرسة لتحضر حفلات؟ أهرب من المدرسة وجمعهم بليرة ونص أو ليرتين من خياتي أو أمي وروح على الحفلة احضرهم. مرة، نعم، اطلع رد عليهم. تطلع على المنبر؟ رد عليهم. رجعوا شحروا الوادي. في مرة طايح على عين الرماني عنا بعلاي صح، بدي فوت على الحفلة، شاب اسمه ميشيل خلف صاحب القهوة، قال لي لوين يا ولد فايت؟ قلت له بدي احضر الحفلة. قال لي ادفع ليرة ونص. قلت له تفضل. ليرة ونص برجع ماشي على الضيعة، ما غيره، ما في غيره. شافوني علي الحج ومرزق الله رحمة الله عليهم، نعم، اجوا قالوا له رد له المية ليرة ونص لهذا الشاب، هذا مثل ابننا، اوعى تاخذ منه شي مرة مصاري. ما بنساها. طيب، هالحب للزجل، هالحب، نعم، للشعر المنبر، يعني من وين ولد عندك وانت بهالعمر؟ يعني لتترك المدرسة وتروح تحضر حفلة، لحتى تجمع ليرة ونص وتروح مستعد تدفعها لتفوت على حفلة زجل؟ استاذي وعيت على المناخ بالضيعة، نعم، كل بيغنوا وانا صوتي حلو من البداية، وبيي كان يحكي ردات ضيعوية، يعني هيك بريئة بسيطة، بس كان يحكي. وشباب كانوا من عمري، جورج حرب وسعيد حرب، وكنا أولاد هيك. في عنا منطقة اسمها الخلات بعينانو بجني، نروح على الخلات كل ليلة عشية ناخد البدنية، نعم، العدة، نعم، ونشارط بعضنا مين بيقول ردي قبل الثاني. ارتجالي؟ ارتجالي طبعا، ارتجالي، هيك وعينا، نعم، بالفطرة. بعدين وعيت على خلي روك وزين الشعيب ورحمة الله عليهم والزغلول الله يطول عمره، نعم، نعم. أول حفلاتك، أول حفلة رسمية عملتها كانت مع زين الشعيب الله يرحمه، صحيح؟ كانت بداية انطلاقتي بحياتي، نعم، بخلدي. شو اللي بيبقى بذاكرتك من زين الشعيب؟ زين الشعيب شاعر متكامل، نعم، مرجلي وهضامي. وبعدين كان زين إذا في 10 شعراء قدامه يرتجل معهم، يغني مع 10 ارتجالي زين الشعيب. وعملاق منبر، ورغم عملقته وشاعريته وكان خطير، بس كان في طفل هون جوا، طفل حلو الشاعر، حلو يبقى طفل الشاعر، نعم، الله يرحمه. شو بتقول له؟ بتقول له شيء شاعر اليوم
إذا طلبت منك. كان حفلي مرة بالغزية. نعم. أبغني أنا وزين مباراة وخليل شحرور ومحمد المصطفى. نعم. قلت لك أنا بلشت من غنيت بخلدي. كنت طفل منبر ولد. عمل. أدي كان عمرك وقتها؟ 22 سنة. وزين عمره 44 45 سنة يا زلمة يا لطيف. قدرت توقف بوجهه؟ إيه؟ قدرت توقف بوجهه يعني؟ طبعاً طبعاً. بالشعر عم نحكي. هو بخليك توقف بوجهك بوجهه شاعر. بيشجعك كان يشجعني يعني بس جاوبه جواب حلو طيب طيب يا طليع أنا بغني ضده بغني عم بوجع وبرديتي إيه؟ بس إنسان كبير. بالغزية قال له لمقطع هيك قال له يا زين بيشهد علينا القوافي أنا وياك عشنا بوهج دافي وطليع وزين على المنبر يجول وبكرم يفتح مضافي عمضافي ما بنسى بأول العمر وفصول وإني طلعت عكتافك مسافي حلو وهلق يا نجم بلش أفول وقعت بساحتي مدهدك وغافي شيلك عكتافي تا يقولوا أنا أول شبابي عكتافك وأنت آخر شبابك عكتافي حلو نعم حلو عم بتذكره تعترف له بجميله بالبداية طبعاً. بس عم بت يعني عم تعطيه بالوقت نفسه يعني أكيد. عم بترد عليه كشاعر أدي الارتجال استاذي مهم بالزجل أدي محك الارتجال للشاعر أنا بقول الشاعر إذا ما بيرتجل ما يطلع على المنبر مهما كتب المنبر ما بتعرف شو ممكن يفاجئك أبدا في مفاجآت والشاعر إذا ما كان متمكن و نعم. لا خطر يطلع على المنبر حسيت شي مره بموقف محرج ارتبكت فلتت منك القصه غاب عنك الالهام لا استاذ في لحظات فيها تجلي اكثر من لحظات نعم شو اللي بيلعب دور يعني ايمتى بيتجلى تجلي الناس اول شيء الناس اللي عم يسمعوك نعم اذا حسوا فيك وشبابي برداتك وبصورك بيخلوك تتجلى وبعدين الوحي هيك هو بيجي لحاله بدون عزيمه مثل الفجر ما حدا بيقول له تفضل شرفنا شو حلو والعطر ما بده عزيمه تيفوح هو بيفوح لحاله وهيك الشعر مثل النعس بتلاقيه تسلل وسكنك نعم. 10 سنين بعتقد بجوقة الزغلول نعم شو ابرز يعني اذا بدنا نعمل هيك ملخص لهالعشر سنين شو بيطلع معنا كنت انا ودوار حرب الله يرحم اولاد صغار مع بعضنا وعينا مع بعضنا نعم ونغني مع ناس ما كانوش معروفين مزبوط وهيدا هيك حفلي هون وحفلي هون يعني بدايه شهرتنا كنا نحلم نصير حفلتي أنا وزين الشعيب بخلدي كان حضرة زغلول الدامور بس نزلنا هو عم يودعني قال لي أنت بوقت قريب بتصير بالجوقة يا طلي ما كان كأنه قبال عيوني نعم رحت أيام لما قال لك هيك ايه؟ شو فكرت شو خطر ببالك شو حسيت زغلول الدامور عم بيقول لك بدك تصير بجوقتي حسيت حالي انا بدي صير شاعر وهيك وزرع لي امل نعم بعدين كيف فتنا بعدين صار هيك فل اسعد سعيد وجان رعد رحمه نعم. الله عليهم كانوا شعراء كبار طبعًا اسعد سعيد طبعًا. وجان رعد حضرتك وادوار بيطلع لعندي زين الشعيب وزغلول الدامور كنت ساكن ببشمون راحوا على بيتك وبيتهم الله يرحمهم قال لي زغلول وزين قال لي طليع احنا هيك واعتبر حالك بهالجوقه
واللي بدك اياه غني زي نشعي. شو اجمل الحفلات اللي عملتوها يعني اليوم لما بتتذكر فرق الزغلول الدامور؟ اجمل حفلات زجل شاركتوا فيها؟ حفله بيت مري. بيت مري مشوره كان فيها مجد هاي الحفله. كنا نحن جوبه القلعه. نعم عم تحدوا موسى وانيس وجريس وبطرس. نعم موسى صغير. نعم والزغلول وزين وطلع وادوار. اربعه ضد اربعه. اربعه كان. انا مشيت من عين سعاده على بيت مري. انا طالع على الحفله. نعم لانه من 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 نعم. عجقه السيارات والناس اللي جايه على. نعم لانه كنا بمقتم خيو للزغلول يومها خيو. نعم. مشيت شو عالم اكثر من 12,000 شخص بالدير. بيشعر الشاعر المنبري الشاعر الزجلي لما في ناس وفي تجاوب بيشعر بالعز طبعا لمن بيتجلى اكثر طبعا. نعم بعد تتذكر شيء من قصايدك بهديك الحفله؟ انا وجريس. ايه اللي ردي مشهوره كثير. يلا تفضل. قال لي جريس بردي قال لي انت مينك بالشعر؟ انت مين؟ انت ورقه فاضيه كنت عنتر مرق فيها وضع رفعه الجبين وقيس العامري هيك زرع فيها الحنين وجابت من النساك طهر شعاع دين وجابت هيك من قيس سر العاشقين هيك الكلمات. نعم. ولو ما رجعت بالشعر امضيها انا ما صرت صفحه شعر ترضي الباقي. هذا اللي قال لك اياه جري. شو رديت عليه؟ قال لي انت شحاد انت شحاد عم تشحد من هالخالدين. قال له شحاد عم بشحد ورود مفرقه وعلى المزهريه ما بتكبر زنبقه. شحاد عم بشحد ورود مفرقه وعلى المزهريه ما بتكبر زنبقه والله خلقني وبعد مثلي ما التقى كعبه شعر فوق النجوم محلقه وتيخلدوا عنطر وشعار البقى حد حنو حنيت خوابي معتقة ومعلقة صارت تجيب معلقة تشفت سبع معلقات معلقة يا انت بتعلق مثل ما علقوا يا اما بعلق رقتك بالمشنقة. هيدي مشهورة ردي كثير كثير. طيب استاذي لما بصير هالتحدي. نعم. وبصير في قسوه احيانا يعني بالردات. نعم. كل واحد برد على الثاني. نعم. بتنعكس على العلاقة شيء يعني على العلاقة الشخصية على العلاقة بين لا لا أبدا. بين الشعراء يعني في شاعر من بعض شعراء ما فيك تحبه لا نغنوا معك ولا ما غنوا معك نغنوا أو ما غنوا لأنه هني بيكونوا ما بدهم يحبوا ما بيحبوا أنه الناس تحبه. أوكي الكيمياء مهمة. نعم بس في شعراء اللي رفقتهم بحياتي مثل مين؟ مثل زين ومثل الزغلول مثل خليل شحرور أبو إبراهيم شاعر. نعم. كبير رح نسمعه لخليل الشحرور الليلة لأنه عاطي رأي بحضرة جنابك بس إدوار حرب رحل عن هالدنيا. نعم. الله يرحمه رثيته رثاء رثيته رثاء بجامعة الويزي. نعم. بكل تواضع إدوار كنت حبه كثير. نعم وعشنا انا وياه التعتير والنص ليره نقسمها سوا والليره نقسمها سوا. ايه مرقته بمراحل بمراحل عذاب. ايه يعني كان في تعب كان في عذاب. يا لطيف ما كانت هالرحله يعني طريق معبده سهله. شهرته بتكلفه حياته يا استاذ الشاعر والفنان والموسيقي. شو شهره ما بتجي هيكي ما بتجي خصوصي بك الايام. طيب تحرز تستاهل يفني عمره الانسان في سبيله؟ طبعا رثائك لادوار حرب. نعم بعرف انك تتميز بالغزل وبدنا نسمع غزل ليلي. نعم. بس تتميز بالرثاء كمان لما بتعمل رثاء بتعمل رثاء. بدي اسمع منك شيء لادوار. ايه زرت النهر مرة بأجمل شهر لقيت وعم يصلي لك الطلبي قال لي أنا النهر الصليبي زهر إن شك الندي مسمار بصلبي نهر عم يقلب على أرض القهر وفوق الحجار معلمي القلبي قلت الفرق بيناتنا يا نهر
إني تعلمت بحجر لبنان وإدوار حرب معلم قلبي. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كيف تخلق القصيدة أستاذي؟ من وين تجي؟ قصيدة حلوة مثل الزهرة بتنبت بالربيع، مثل الزهرة بتنبت بالربيع، مش عارف حالها بقى لوين اجت. يخدها الشاعر وبيصيغها وبيضبطها وبتطلع. شو اللي بكتبك أكثر أو بخليك يعني تألف أكثر؟ الزعل ولا الفرح، الحزن ولا الغبطة والسرور وهالقضايا؟ أنا شاعر عاطفي. نعم. الحزن بيخليني أحكي كثير، والجمال، وصف الجمال وشاعر الربيع نعم. يعني أعطيني شيء بوصف الجمال بوصف أو بالغزل. بالغزل على بالغزل يعني مشاهدينا أكيد حابين يسمعوا منك غزل الليلة لأنك تتميز بغزلك. على راسي. تفضل. يسلم راسك. رحنا عملنا حفلة بقبرص. نعم. من شي سنة، بعد ما عملنا يوم سياحة بهالبلد الجميل، رحنا زرنا تمثال أفروديت، آلهة الجمال. آلهة الجمال. كانت الحفلة عنا عشية، رجعنا الساعة واحدة على الأوتيل بعد ما شفنا أفروديت، اجت له قصيدة وكتبتها وغنيتها بالحفلة. خلينا نسمع. عشقت يوناني أنا والسايحين، رحنا لقينا أفروديت الآلهة بمحل متجلي تعشط العاشقين، والبحر للتلي مرا والدال تمثالها ابواح زهور مفتحين، عأفروديت خيالون أخيالا بيالفي مرة فيها حنين، مين اللي بيعرف شو بيجي عبالها ويجي. بيالفي مرة فيها حنين، مين اللي بيعرف شو بيجي عبالا إلا بدون تياب مئات سنين، عجسم الحفار ما خلالا إلا وشاح، من العشب أخضر تمين عقد لمسة إيدها خبالا قربت ليها اغمرت بإيدي اليمين، ناست عليها تنعس مالا عطفتين من الجمال مخيمين، عالخصر ما قدرت تهدي حالها. شو أفروديت اللي ملاني ياسمين عالداير ومش عم تشوفوا اقبال العطر، بعده ما رسم فيها جنين بس ازار الربا اطفال، بس ازهار الربا اطفال عبحر لليونان، عشقت العحوض الأمين عبحر لليونان، عحوض الأمين تجلت عن ضف شط ينيالها، ولولا اجت عشقت الشرق الحزين وشمت عطر الشط كانت أفروديت هربت على اليونان مع تمثالها. للأسف للأسف. نعم. للأسف. يعني الشاعر
فعلا شعر الزجلي يمكن في ناس بفتكروا انه هيك بتطلع القصيدة، بس لازم يكون في يعني مسلح بثقافة وبمعرفة لا يعرف مين أفروديت ولا يعرف مين امرؤ القيس ولا يعرف مين اكيد هيك. سازي رح نكمل مع حضرتك ورح نسمع آراء بتجربتك، واحدة منهم من الشاعر الأستاذ خليل شحرور، ولكن بعد ما نتوقف مع موجز إخباري سريع ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، صفحتنا على الفيسبوك بعنوان البرنامج بيت القصيد، نتمنى تنضموا للصفحة، تابعوا أخبار البرنامج، مين هن ضيوفه، وضيفنا الليلي الشاعر الزجل الكبير أستاذ طليع حمدان. أستاذ طليع، رح نسمع آراء بتجربتك الشعرية، أولها من الشاعر الأستاذ إبراهيم شحرور، نسمعه سوا. طليع حمدان بعرفه مثل أي مواطن لبناني، وبعرفه كمان من وراء علاقته بالوالد رفقة عمر من 40 سنة، وبذكر حادثة طريفة يعني لما كان بال 76 عم يفتش عن خليل شحرور يلي كنا نحن نقلنا من بيروت على بحمدون، مارق بشارع بحمدون بيزمر لي حدا بيقول لي بتعرف بيت خليل شحرور؟ بقول له أنا ابنه، بيقول لي اطلع معي بالسيارة ودلني على بيت بيك. فبالسيارة بقول له أنا حافظ لك كتير شعر، بيقول لي مثل شو؟ قلت له خلي الفستان البني المحروق يروق، عليك مش أكتر مني البني محروق. فمن وقت هالحادثة بديت علاقة خاصة مع طليع حمدان بصرف النظر عن علاقته مع الوالد. اللي بقدر اختصره عن طليع حمدان هو 4 شغلات. أول شغلة ارتباط اسمه بالزجل اللبناني، يعني ما ممكن نتحدث عن تاريخ الزجل آخر 50 سنة من دون طليع حمدان. تاني شغلة امتلاكه لمفاتيح اللعبة المنبرية الثلاثة اللي هن الصوت والأداء والشعر، قليل جدا اللي بيمتلكوا الثلاثة سوا. تالت شغلة انه الشعر، طليع حمدان شاعر وبس، يعني ما عنده بشخصيته شيء تاني غير الشعر، وقليل كمان الشعراء يلي بس شعره بس. ورابع شغلة عن طليع حمدان هي انه منسوب الشعر بنصوصه أعلى بكتير من زملائه شعراء الزجل، لأنه الزجل في شعر وفي اشياء تانية، فطليع حمدان يوما ما حينصف انه هو من اشعر شعراء الزجل اذا لم يكن اشعرهم. وبعتقد انه ال 100 سنه اللي قدام طليع حمدان حيكون من ابرز الاعلام الابداع بلبنان، وحينذكر اسمه مع كبار المبدعين اللبنانيين. سؤالي لك، كيف تتخيل العالم إذا كان في طيور وأشجار وزهور بس ما كان في شعر؟ يعني إذا إجا يوم وبطل حدا يقول شعر أو حدا يسمع الشعر، كيف تتخيل هيك عالم؟ جزيل الشكر للشاعر الأستاذ إبراهيم شحرور. إذن كيف تتخيل العالم بدون شعر؟ بينقصوا أحساس كتير. شعر إحساس، نعم، وثقافة، بس اللي بيعيش بالناس الإحساس أكثر من الثقافة، مع احترامي للمثقفين المبدعين بإحساسهم وبوجدانهم هذا الشعر. والشعر بلا هودي بلا هودي بلاش بلا الخيال والجمال والشعر لشو دخلك؟ شو ضل فيه؟ نعم، قال الأستاذ إبراهيم شحرور أنه قصيدتك تتميز أو تجربتك بالصورة الشعرية بالشعر، لأنه نعم. بالزجل، وحضرتك تعرف أكثر مني، نعم، في شعر وفي نظم، نعم، يعني ممكن نقول ردي أو نقول قصيدة ما فيها ولا صورة شعرية، فيها موضوع معين أو فكرة، بتتعمد هذا الشيء ولا تلقائيا طبيعتك الشعرية هيك؟ طبيعتي الشعرية هيك، بين الصور بيجوا لحالهم
بدون تكليف وبدون صناعة. يعني قبل شوي لما قلت عم تحكي عن أفروديت، نعم، بتحكي إنه العطر بيرسم جنين، يعني نعم، إنه شغل جديد، شغل جديد إنه الواحد يتخيل، نعم، العطر عم العطر بعده ما رسم فيها جنين، بس أزهار الربا أطفالها. منين بيجوا هدول؟ من أفروديت. من أفروديت. اليوم جوقتك اسمها جوقة الربيع. نعم. كأنك بتحب الربيع، بتحب الطبيعة، بتحب الزهور، بتحب الورود، بتحب هالأشياء. وعيت على الربيع أنا نرجع على عينه. بنادولي شاعر الربيع. نعم. شاعر النهر والزهر والطفل والمرأة بالغزل، بالغزل في ذوق وفي تهذيب. نعم. وفي جمال، في كل شيء. نعم. لأنه أحيانا ممكن يكون يعني يروح الشاعر، نعم، على محلات شوي. بعدين أستاذ زاهي بكل تواضع، مش كل شاعر بيغني عن الزهرة بيقدر يرضي الناس فيها. مش كل شاعر بتغني عن زهرة والجدول والناس يزقفوا لك عليهم، إيه؟ ويغيبوا معك مشوير، يروحوا معك مشوير، إيه؟ بهاللون هيدا، بهاللون البريء، بهاللون الحلو. مع احترامي لكل الشعراء، مش كل الشعراء بينجحوا بهاللون ابدا. خدنا مشوار. تكرم عينيك استاذ زاهي. الله يخليك، تفضل. غزل. غزل طبعا. بكيتي وقلتي لي بتنهيدي يا ورد حبي، نجيت عيدي لا تجن بيدي، تعا أبيض عندي بيصير الأبيض بيدي، اثار معي وعصرتي في وتدبل بعد ما تفل، ما بقبل بلكي زيادة بتصار علي، ادبل علي وانت عم تدبل حدي، وما عم شوفك بعيني، غطيتني بعينيك وكفوفك، خلي كفوفك لكن شوي، بعد عينيك تشوفك، بدي بغيابي لو غبت عنك، وبدي بغيابك لو غبت عني، عطولي بقالي حدا منك، وعطولي بقالك حدا منك، يا ريتيك نخلق من جديد زهرتين بأول البسمة مني أنا، تخلق بجسمك إيد وإيد منك تخلق بجسمي، بلكي تركنا بعضنا نهدات وحنت لك النهدي، وأنا بعيدي منصير تندوق الهنا لمسات، إن كنت وحدي بلمس بإيدك، وإن كنت وحدك تلمس بإيدي. حلو، كتير كتير حلو. أستاذي، الصوت قديش مهم بشعر الزجل بالمنبر؟ مش كل الشعراء. شعر بلا صوت مثل عطر بلا نسيم. شعر الزجل عم نحكي. نعم، الشعر بلا صوت مثل عطر بلا نسيم، إن العطر بده نسمة تحمله، والشعر بده صوت يحمله. بس مش معناها إذا الشاعر مش مطرب بطل شاعر. نعم، لأنه في شعراء طبعاً مهمين بس ما عندهم هالصوت. زين مش مطرب. نعم. بس كان زين إذا حكي، إذا حكي زين شعيب. نعم، عنده كاريزما، عنده حضور. يو. عنده هالطلي أكيد هيكي. نعم. أستاذي، جوقة الزجل أربع أشخاص، أربع شعراء. نعم. ليش أربعة مش خمسة مش ستة؟ بلشت من أيام شحرور الوادي أربع شعراء. نعم. لا زبطت ثلاثة ولا زبطت خمسة، اثنين بيغنوا
نعم. واثنين بيرتاحوا. بعدين بيشتركوا بالغزل بالقرادة هيك. شو اللون الأكثر شيء بتحس حالك بتتجلى فيه؟ قصيدة. القصيدة. نعم. أكثر بدنا نردي أكثر من والردي كمان ردي بدي ردي أساسية كمان. نعم. يعني الرديات الحلوة تبني الموضوع. نعم. وبيتوج بالقصيدة. نعم. بس كون عم تغني ردات فاضية ايه مهما الناس بتحبك تكون بتحبك ومهما كان صوتك حلو. نعم. إذا الردي فاضية بعش يفكروا بصوتك بيفكروا بالردي العالم. نعم. شو بتقصد بالرد الفاضي؟ يعني ما فيها شعر. نعم. ما فيها جواب. نعم. ما فيها حكمة. انه بس مجرد عنتريات وكلام. نعم. هيك منظوم على 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 وزن وايقاع. نعم. وايقاع معين. بس الرد بده حدا قبالك يعني طبعا تحدي هو اللي بيطلع شعرين يكونوا لما شعرين كبار. نعم. مين بيطلع منك من هالشعرة؟ بزمان زين شعيب. زين شعيب. زين شعيب. اليوم واليوم جوقتي كتير حلوة فيكتور ميرزا ونديم ابن زين شعيب. نديم كتير منيح ومازن غنام. نعم. جوقتي الربيع جوقة تعجبك. لا بدي بجيلك. نعم. بجيلك مين الشعراء اللي بتحب التحدي بينك وبينهم؟ غنيت تحدي حلو أنا وموسى صغيب بمول السهل وبعمان. كانوا أجمل ما تغنى تحدي. في بالكويت حفلة حلوة كمان. بالكويت أنا والزغلول وزين شعيب وخليل شحرور. بينطبعوا هالحفلات بذاكرة بذاكرة الناس. ليش ارتبط الزجل بالمنبر استاذي؟ يعني ليش الزجل دائما منبر طاولة وأربع شعراء قاعدين ودف يعني هل شكل هيدا؟ هيدا شكل الحلو. نعم. هيدا شكل الحلو. يعني قبل شحرور الوادي ما كان في منبر. نعم. كيف كان؟ كيف كان تقدم الزجل؟ يروح على الأعراس يقعدوا على الطراحة وعلى المسند وهيك العالم. نعم. بهيك البساطة شكل شعبي قروي. نعم. بسيط. اجا الشحرور وعلي الحاج عمروا المنبر وبلش الزجل. نعم. يرتقي وياخد مجده. بعده هالشكل هيدا اليوم يعني مستساغ مقبول من الشباب اللي طالعين من الأجيال الجديدة بحبوا هالطريقة بتقديم الشعر الزجلي؟ من 10 سنين وبجاي صرنا عم نشوف صبايا عمرهم 18 و20 يروحوا يحضروا حفلاتنا. نعم. وشباب عمرهم 20 و25 سنة يروحوا يحضروا الحفلة ويضلوا لآخر الليل معنا. شو سر وليش ما بيموت؟ إذا اعتبرنا وافقنا معك إنه الزجل ما بيموت، ليش ما بيموت؟ لأنه لغتنا. لأنه لغتنا لوعينا عليها وربينا عليها. كل شعب لبناني شعب لبنان. نعم. بس أعطيه الوسيلة الحفلة الحلوة والرد الحلوة ولا بتحسه إنه عايش معك ما بيموت هاللون. بتحس إنه مرتبط مثلا بمنطقة أكثر من منطقة بلبنان الزجل؟ يعني مثلا الريف أكثر من المدينة. طبعا الريف وجبال وجنوب وشمال. نعم. وكله نوضي. ليش الريف أكثر من المدينة؟ يعني جبل لبنان جنوب شمال بقى ليش أكثر من المدن؟ الطبيعة بتوعي. الطبيعة الحلوة. الطبيعة. المغتربين بحس أنا علاقتهم يعني اليوم نحن عبر شاشة الميادين في كتير من مشاهدينا بديار الاغتراب. نعم. بيشوفونا. بتحس المغترب علاقته بالزجل قوية يا أستاذ زاهي. أنا ما سافرت كتير. نعم. وفيش دولة إلا ما سافرت لها وغنيت فيها. فيش جالية إلا ما بعرفها. نعم. تأكد إنه بعد في مغتربين بهالجاليات محافظين على عوايدنا أكثر من هون نحن والله. نعم. بحبوا الشعر أكثر ما بتتصور. ليش هالحب للزجل عند حنين هيدا حنين برجعون طبعا القصيدة أو الردي بترجعون على طبعاً على وطنهم الأم على بلدهم. أكيد. خلينا نسمع هالمغتربين شيء. أوف
بين النسيم وهمسة الوردات صرنا أنا وإنتي نهدي وزهرة كل شي عزمني الليل عصهرات ما صرت سهرة مثل السهرة سهرة ببيت صغير كل زهور نسكت ونحكي بصوت مشعالي والليل صار جسمي كل منتور أحمر لالي وأبيض لالي وانخدت على الحب مخضر تضل عم تتنصت علينا من الشوق ما فلت ولا مرة نحنا عشر مرات فلينا وترجع لعندي ايدك من جديد هالذنب قلفي زراطيها تترجعيها باخر التنهيد ما تقدري وحدك تحمليها صرتي تودي الايد خلف الايد تبرم علياتها تلاقيها مثل اللي بيضيع طفلته بالعيد طفلي ورا طفلي بيوديها صرتي تودي الايد خلف الايد تبرم عليا تتلاقيها مثل اللي بيضيع طفلته بالعيد طفلي ورا طفلي بيوديها وقلتي كمان تضيع ايدك بين زهرات جسمي مش على خدودي من دون ما تسال عليا وين اللمسه بتحكي وين موجودي من دون ما تسأل عليا وين اللمسي بتحكي وين موجودي وبكرة أنا مش باقي حواليك مسافرة ودخلك تنبقى هايك اكتب لي بأي وقت عم بتنام تنام بالغرب أنا وعيناي وخلصت السهرة وعم تقولي السهر وعن النوم أول ما مشي غيابي فزيت علي ميلة الأشجار ودت معي خيالات أجنبي بتذكر بكيتي عباب الدار وقلت يا ريت بيلحقك بابي عطر الورد وحده لحقني وصار ينعس علي مطرح الأزهار اللي زرعتهن شفافك على ثيابي. سلمت امك. حلو الصور الشعرية اللي كنا عم نحكي عنها. نعم. يعني المخدة المخضرة انه ما بتخطر الا على بال شاعر يجيب الطبيعة والخضرة تبع الطبيعة. نعم. يلبسهم للمخدة. سلمت امك خليلي. سلمت امك. رح نسمع منك اكتر ورح اسألك بعد ولكن بعد ما نتوقف للحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد. زرتك غياب الشمس والحب مشاني وحدي بظل النخل معكوز لفاني وكيف البلا باللف وبكير على الأشجار حسيت قلبك على البستان لفاني We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الشاعر الأستاذ طليح حمدان. أستاذي آدم، بدنا نسمع رأي آخر بتجربتك الشعرية من شاعر زجلي معروف كمان، هو الأستاذ الياس خليل. نعم. نسمعه سوا. الشاعر طليح حمدان رمز من رموز الزجل اللبناني وظاهرة فنية نادرة، منحه الله مواهب عديدة من بينها موهبة الشعر المتفوق، موهبة الأداء الحسن والجيد، وموهبة الصوت الجميل. رافق جميع الناس بالأفراح بالأطراح، زرع حياتهم بساتين من الزهور والورود والأفراح والمحبة، وفينا نقول عنه ما قاله جبران عن نفسه لما سألوه بدك تطلع على السلم درجة درجة، فأجاب النسر لا يصعد السلالم يطير ويحلق. وطليح حمدان شاعر حلق وبرع، بقله شاعر عمنبر لبنان رح ابقى ربي حمدان، حمدان الرب العالي عالشاعر طليح حمدان. يا طليع القنط مثل النهر، كفي طريق الشعر ما يهمك، مطرح ما بيحوم النحل عالزهر بيكون واقع شعر من فمك. طليح حمدان شاعر اختصر المسافات وتحول إلى تاريخ، والتاريخ سيكتب عن قيمة طليح حمدان كشاعر منبري كان مثل أرز لبنان مثل الجبال العالية، رفع جبينه ودق بالسما فهرت النجوم أشعار وأصدان على منبر طليح حمدان. تميز بالشخصية المنبرية القوية، بالشعر المتين والمبتكر، وبالأداء الجيد، وبالصوت الجميل المرهف الحساس الرخيم، بيتجاوز السمع إلى القلب إلى المشاعر، فبيخلي الإنسان يخلق من جديد مع الشاعر ومع الأصيل. هل يدرك الشاعر طليح حمدان مدى الخسارة اللي ممكن تلحق بالمنبر الزجلي في حال قرر اعتزال الغناء والنظم والشعر؟ بتمنى يجاوبني على هالسؤال. حلو كتير اللي قالوا عنك الأستاذ الياس خليل. نعم. بتفكر تعتزل؟ هلا لا بعد بكير. الأستاذ الياس خليل رفيق العمر وخي خي غالي، شاعر فيلسوف، شاعر فيلسوف كبير وابن بيت أصيل، وعشنا لأهل عمر نحن ويا إخوي. بحبني زيادة هو. نعم. وحكي عني هيك. طيب بموضوع تاني أستاذي، أدي الزجل والشعر الشعبي المنبري بيساهم بحفظ الذاكرة والتراث اللبناني؟ كتير، لأنه ذاكرة بس تعود على الشعر. نعم. بتنميها. أدي في مفردات مصطلحات يعني وصف أحيانا لهيك نمط عايش بيتسجلوا يعني من خلال القصيدة الزجلية، يمكن يجي حدا بعد 50 سنة بعد 100 سنة بعد 500 سنة. نعم. يقدر من خلال هالقصيدة الزجلية يعرف كيف كنا عايشين، كيف كنا صحيح، ويعرف لمين، لأن كل شاعر له لونه. نعم. كل شاعر هل له عندك لونه. هل يعني هالهاجس بتحط بتدخل بقصيدتك يمكن مفردات شعبية، يمكن طقوس معينة من حياتنا
اليومية؟ طبعا هيك، بس ما ما يعني ما بعتمد هالاشياء انه حط هالكلمات بشكل مفتعل. ايه لا نعم. اذا هي اجت بعفويتها الكلمه نعم نعم، اذا بمحلها كان نعم. به مش بمحلها نعم. مش ضروري. شو سر علاقه الناس بالزجل يا اخي؟ يعيشوا معه وربوا معه وبعدين بيحكي لغتهم، بيحكي نعم. الم الناس، بيحكي لغة الأطفال، لغة الختيارية، وبيحسسهم بالحياة وبالشباب. شو الفرق بين الزجل والشعر المحكي؟ يعني اليوم أستاذ طليح حمدان مثلا، طلال حيدر، أستاذ طليح حمدان، عصام العبدالله مثلا، يعني شو الفرق بين هالنوعين؟ اثنينهم شعر بالمحكية اللبنانية، باللهجة اللبنانية اللي بنحكيها كلنا سوا، بس وين الفرق؟ فرق بالزجل في أوزان. نعم. له أوزان خاصة فيه. طبعاً، وبيوصل للناس أكثر، مع احترامي للي بيحكوا محكية الشعراء. يعني أنا ما أنا أي شاعر في كلمة شعرية إن كانوا بالمحكية أو بغيره. بحبه وبحترمه كثير وما بحب اجرح حدا لا سمح الله. يعني بتعرف حضرتك الشعر المحكي اللبناني يعني طانا شعر كبار، ميشيل تراد وسعيد عاقل واخوان رحباني اكيد، طلال حيدر، يعني شعراء 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 كبار اكيد هيكي. نعم. شعراء كبار ولهم تاريخهم، بس شعرنا نحن على المسرح بيوصل للناس اكثر. ليه؟ لأنه أبسط يمكن. نعم، أبسط وبيدخل بالناس دغري. نعم، بيحكي لغة الناس. نعم، بس هذه فيها تكون يعني علامة لإله، فيها تكون علامة عليه أحيانا. صح، لأنه إذا تبسط كتير كتير الشاعر نعم يعني ممكن يفقد شعرية القصيدة. بساطة، مش البساطة الشعرية اللي فيها بساطة، فيها الشعر. نعم، العفوية الشعرية المبسطة هذا. طيب هالأوزان الخاصة بالزجل أستاذي نعم. يعني الواحد بالسليقة بتطلع معه بيتعلمها، والله بيسمع وبيغلط وبيصحح وشوي شوي بيصير، يعني كيف يتقن النظم الزجلي الشاعر؟ يعني كل شاعر لما بيسمع اللي سبقه واللي غنوا قبله نعم بده يتعلم هالأوزان من خلال السماع، من خلال اللي سمعون، بس التجديد مش بالوزن. نعم، تجديد بصورة جديدة. نعم، لأنه الوزن هو أي زيت الوزن موجود، تجديد بالأفكار وبالصور. نعم، هالأوزان قديش نعم. بتتشابه مع أوزان الشعر المحكي؟ قديش بتتشابه مع أوزان الشعر الفصيح؟ في تقاطع، في تقارب بيناتهم؟ في مطارح كتير هي ذاتها. نعم، ومطارح بعيدة. بعيدة. نعم. هالزجل اللبناني استاذي له جمهور خارج لبنان؟ يعني من خلال حفلاتك، من خلال هالجولات اللي الكتير اللي عملتها نعم. بتحس انه تخطى حدود لبنان؟ كتير 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 استاذ. انا مثلا كل سنة بروح بغني حفلتين ثلاثة بعمان عند نعم. عند الشعب الكريم اللي بنحبه وبحبنا نعم. عندهم تشوق للشعر وبحبونا كثير، بيجوا على حفلاتنا. نروح على ابو ظبي على الامارات، الله يعمرها باهلها وبحكامها الوطن الحلو. نعم، بنغني حفلات، والشعب الاماراتي شعب مثقف وشعب وشعب شعر، بحب الشعر. نعم، بتلاقي انه في ناس من ابناء البلد يعني صاروا يجوا على حفلاتنا. نعم، مش بس الجاليه اللبنانيه او اللبنانيه. اكيد هيك، اكيد هيك أكيد. طيب لو سمحت أنا طمعان يعني اسمع قد ما في شعر منك الليلة، شيء قصيد تفضل. أوف أوف أوف، ليلة مبارح كتبت لك شروقي، مش من حروف الحكي طلعت قوافيها. انتي قوافي حمر
وحروف عطرين غطوا بدمع العطر وكتبتن في فيها كتبتك عشب عن بعيد المي والنهر مرسي تغسيل ومش معليا وراقك عليا ندي شوي وشوي رأيت ما يهدى النسيم لا يهدي كتبتك معيب مخباية الفي والصبح عالمنتزه تتروح تنزيا يا صبح قالت بعد مش لابس علي عتم علي الدنيا ورجع ضوي كتبتك صار بتياب صيفي وفي عيوني على السهرة زمتيها مشيت ع سطر السهر فوق النعومي وقفت ع سطر الناس ما قدرت كفي يوم ما فيكي تجي من عتمتك لي تجيب لي حلاكي وتجي الله يخليها مين اللي بيكتب مراحل وشروقي إلا طليع الكتبها وعم يغني ان شاء الله بتضلك تكتب بتضلك تغني والله يطول عمرك استاذ طليع وتضلك تعطينا من هالشعر الحلو. اسمح لنا نتوقف مع استراحة أخيرة ثم نأتي إلى القسم الأخير من بيت القصيد. مين قد هون غنى كتير وسوسح وطن أكتر ما سوسحته مين مس ليلكن بكير وصبحوا أكتر ما صبحتوا مين يا لوحات بالتصوير صوركن بساتين فتحتوا وكل غصن مسبحتي جبرتوا يصير فيها لمجد الرب سبحتوا حبها الزهر اللي بعده صغير وخيطها دمع الندي تحته وجنوبنا الديان حج كبير دابوا عمسبحته صبيعه صار يفكر صبيعه حبوب مسبحته أستاذ طليع قبل ما يعني اطرح ما تبقى بجعبتي من اسئله على حضرة جنابك رح نروح برفقتك على عين عنوب هالضيعه الحلوه اللي شكلت وعيك اللي حكينا عنها ببدايه حوارنا بنروح برفقتك عليها منزوره يا هلا عبيدك يلا الفن إلي الورد وعزمني على الغداء
قال لي أنا وياك ما عنا حدا إلا سواقي بين جنات الزهور وإلا إلك عطري لمين بينهدى يا ورد شو عامل غدا قال لي نور حملوا مناظر جسم الحول ارتدى عشق ربيع مبلل بنقطي تعطور صحن عشب صغير عايم مع الندى شو هالغدا المسار مطلوب القصور لن تفواكي ولا خبز ابتدى بلش مع الورد انتهى عند السرور تاري الغدا انتي عطولت الربيع كل يوم يا حلو اعزمينا على الغدا يعني مش غريب هالطبيعة الحلوة تطلع شاعر مثل طليع حمدان استاذي أيوة. عندك عدة دواوين شعر مطبوعين نعم. براعم وارد جداول عطر ليل وقمر انطرني أنا وجاي انطرني أنا جاي أنا جاي والافتتاحيات نعم سؤالي هو شعر المنبر شعر الزجل نعم. يقرأ بكتاب يعني بنقدر نتذوقه ونستمتع بقراءته مثل لما بنسمعه أكيد وبتستوعبوا أكثر يعني نعم. إذا كانوا شعر حلو كمان بتستوعبوا أكثر بعد سطر لأنه ممكن ترجع تقرأ مرة عمهلك نعم نعم بينما بالسماع يمكن تسمعه مرة بهالحفلة نعم. وما بتعيد بعرف إنك عاتب عندك عتب على الجامعة اللبنانية الجامعة اللبنانية عملت كتاب روائع الزجل عن الزجل اللبناني نعم. ولكن حضرتك ما كنت راضي عن هالكتاب شو السبب مرة كنا بأسبوع محمد المصطفى رحمة نعم. الله عليه بيجي لي الدكتور عدنان السيد حسين عدنان السيد رئيس الجامعة تحية له وأنا بحترمه نعم. كثير وبحبه قال لي طليع نحن بنعمل كتاب بالجامعة نعم نجمعكم من أيام رشيد باك نخلي لليوم لليوم ونعلمكم للأجيال بالجامعة ندرسكم قلت له يا أستاذ عدنان هذا شيء ناطرينه من زمان قال لي طيب أنا بكرة بعت لك الشباب على البيت على عين عنوب بياخذوا منك قصائد وهيك كان وهيك كان طلع النقيب جورج بانطون خيي وصديقي ورفيقي وشاب معه تاني كمان نعم جينا على الكتاب لما انطبع جينا على الكتاب اعطيتهم حضرتك القصايد القصايد والمعلومات اللي بيريدوها كل شيء وقال بالاخير بعت لك قصايد اياهم جسر الاولي طفل الربيع العربي وهي القصيده الشرقيه اللي غنيتها نعم. هلا قال لي جورج كفي لي اياهم غزل غنيت لهم خمس قصائد غزل نعم بهالكتاب اخيي قعدنا بالدار برا بين الزهور وغنيناهم جورج يكتب والشاب اللي معه يسجلهم نعم يا خيي راحت الايام اجت الايام اجت الايام بتلفن الدكتور عدنان السيد خينا وحبيبنا قال لي ابو شادي الكتاب انطبع وتوقيعه ب 29 تشرين الثاني وبكره انا بعت لك كتاب وبك تحكي النقيب وجرس البستاني وموسى صغيب وطليع حمد طيب وصل لي الكتاب استاذ زاهي يعني الواحد بيعطي ضنا حياته للسطور للكتاب حتى يتشوهوا اما تنس يقروهون
ما نشروا لك القصايد؟ نشروا القصايد بس الغزليات أخلوا العناوين، يعني الغزليات فيها 12 بيت القصيدة خلوا سطرين ثلاثة. ما وصلوا المعنى اللي ولا وصلوا شيء. طيب يعني أنا مش عم بقول مين عمل هالشغلة، مين ما عملها الله يسامحه، أنا ما بحقد على حدا وبحب كل الناس، بس ما بيجوز اجتزاء يعني. بس أنا انجرحت، أنا انجرحت، انجرحت كثير، وانطلعت قلت هالقصيدة مش مين كان مسترجع قولها بالجامعة، أنا قلتها بكل شجاعة وبكل شاعرية وكل تهذيب، ما جرحت حدا، بس دفعت عن كرامتي. نعم دفعت عن كرامتي. قلت قصيدة عتب يعني، طبعا قلت قصيدة عتب. عكل حام متمنى إذا عمل طبعة تانية من هالكتاب، وهذا بتمناه من الدكتور عدنان السيد حبيبنا، يستدركوا هذا الذي حصل في الطبعة الأولى، لأنه هالكتاب رح يبقى لأجيال وطلاب رح يدرسوا فيه وإلى آخره. أستاذي بدي أقول لك أسماء شعراء، تقول لي كل شاعر يعني شو بيعني لك أو شو بيتميز بنظرك. زغلول الدمور. زغلول الدمور شاعر مربي وشاعر ناعم، وبقدر ما صوته حلو عنده أخلاق حلوة. زغلول الدمور. زين شعيب الله يرحمه. زين شعيب شاعر منبر من طراز أول. زين شعيب بعدين منبر، هو منبر لحاله. نعم. موسى صغيب. موسى صغيب شاعر كبير وأخذ تاريخه. نعم طبعا. خليل شحرور. خليل شحرور حبيب عمري وخيي ودرفيق اللي بعتز اني رفقته بحياتي. ادوار حرب الله يرحمه. وادوار حرب صديق، عشت الفقر انا وياه وعشنا البرد والدفى سوا، ترافقته بمشوار يا معلوم كتير. اسعد سعيد شاعر نحات صايغ، محاور خطير كان. محمد مصطفى كمان له لونه الخاص، عنده البلاغة، البلاغة بالمنظر، وشاعر له لونه، له لونه. في شي شاعر بتحب تحكي عنه ما سألتك عنه؟ عن مين بدي أحكي؟ بحكي عن رفاقي. نعم. بحكي عن فيكتور ميرزا رفيقي بجوقة من 18 سنة. شاعر مهضوم، شاعر منظري، شاعر طريف، والناس بيألفوه بيحبوه كتير لفيكتور. نعم. قبل ما نختم بقصيدة يعني أخيرة مع حضرتك استاذي، يمكن لازم نقول أنه حضرتك كمان تميزت بالوطنيات، يعني كتبت للبنان كتير، كتبت لفلسطين، كمان فلسطين كتبتك صحيح؟ نعم. تتفاعل مع ما ما يحصل في هذا الوطن العربي، وبتكتب يعني من وحي الأحداث ومن وحي التطورات والمستجدات. كل هودي يا أستاذ زاهي خيو حبيبي، الوطنيات إلي. نعم. والافتتاحيات، أنا جمعت كتابي. نعم. سميته طليح حمدان افتتاحيات. تحيات. كتاب بشو 300 صفحة، كل قصايدي افتتاحياتي اللي بحبهم قلبك بهالكتاب، وإن شاء الله بوقت قريب بدي أطبعه وبيوصل لأحبابنا. نعم. وبيوصلنا نسختنا محفوظة يا لنا الشرف، وإن شاء الله بتقول أشياء كمان تعمل كتاب واثنين وثلاثة غير الدواوين والكتب اللي بدي أختم هاللقاء الحلو مع حضرتك السيد طليع بقصيدة إذا بتريد. أنت اختار الموضوع اللي بريحك. غزل. الليلة خلينا نسميها سهرة غزل مع طليع حمدان. لك هذا اللون حلو، لون الغزل بحبوه كل الناس. بعدين سياسي زهقانين وحروب وموت وقتل ومراجل بنشم غزل نعومية. نعم. شك خيي هالعالم العربي بده شوية تواضع، بده شوية، مش محتاج مرجلي. نعم. كله عم يتمرجل على كله بهالايام. تفضل. انت الحبيب الدافي، انت كمان
الضعيف بمكانه مش الضعيف بمكان، ما اجمل جسم الملان منطقة، والخصر يبقى يا حياتي مش ملان، عندك خصر مثل النهر يا زلبقى، يشبعوا منه الضفافي احتضان بضيق، وبيلبس ثيابه الضيقة وتيوسع وبينزل على شاطئ الأمان. انت انوسي بالوقار مقلقة كل يوم عم تشتق لك دموع الحنان، ولما البكي تأخر بدمعة مشوقة تنزلت الدمعة، البكي فيك استعان. قلت نوسي بالوقار معلقة، وكل يوم عم تشتق لك دموع الحنان، لما البكي تأخر بدمعة مشوقة تنزلت الدمعة، البكي فيك استعان. بعدك بغنجك بنت حلوة مرايقة، وبعن فوالك في مرا للامتحان، وأطيب جمال الحن عساعة لقاء، وجمالك بس حن العنفوان. وليلة امبارح جبت شمعة مرهقة وعملت عيد، ولزماني الشب كان قلي بكل الأزمني الورد انسقى، ما في زمن إلا بمراحل والتقى، وكل ما ولت مرا ولا زمان. ألف ألف شكر أستاذي، شرفت ونورت بيت القصيد. شرفنا فيك حبيب قلبي أستاذي، ممنون لطفك، وبتمنى لك التوفيق بكل مناحي حياتك بشعرك وبحياتك، وأهلا وسهلا مرة تانية، وإن شاء الله هاللقاء بتكرر مع حضرتك. على رأسي على رأسي. الشكر دايما لفريق العمل، للمخرج الأستاذ محمد يحيى، المخرج الأستاذ علي حيدر، للمنتج غادة صالح، لمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.